السلام عليكم، يومكم جميل بإذن الله. أتمنى لكم كل الصحة والسعادة، اللهم آمين. واللي نجرب النهاردة الوصفة دي وهتدعي لي. وصفة حلوة جدا جدا، أهم حاجة بس في الوصفة دي ما نتعرضش للشمس، تمام؟ لو اتعرضنا نستخدم الصن بلوك. وصفة حلوة جدا. وقبل ما نشوف الوصفة، لو بتشوفوني على تيك توك أو الانستجرام أو الفيسبوك هتلاقوا باقي الوصفة بقناتي اسمها جنى بيوتي باليوتيوب. ويلا بينا نشوف المكونات السهلة البسيطة. وصفة حلوة جدا للتجاعيد، وصفة جديدة وجميلة جدا وبسيطة بمكونين اتنين بس. هنحتاج دقيق الرز، وياريت نشتريه من برة، يا اما لو مش هنشتريه نطحنه كويس جدا جدا لحد ما يبقى ناعم جدا جدا عشان ما يجرحش في البشرة، تمام؟ طيب، وهنحتاج كمان، هنحتاج بقى معلقة مثلا من دقيق الرز. زي بص الكمية اللي انتوا عايزينها، معلقة بتضعفه، معلقة قدام معلقة، معلقتين قدام معلقتين، زي ما انتوا بتضعفوا الكمية. وهنحتاج هنا زيت زيتون، معلقة زيت زيتون. يبقى احنا كده استخدمنا معلقة من دقيق الرز ومعلقة من زيت الزيتون. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تعملي لايك وشير كومنت جميل وترفعوا الفيديو لو سمحتم. قلبناهم مع بعض لحد ما بقى بالشكل ده. هما لما هيتجانسوا اكتر هيبقى الدقيق هيشرب زيت الزيتون، تمام؟ الوصفة دي ممكن تقعد في التلاجة لمدة أسبوع مش هيحصل لها حاجة، أو 10 أيام كمان، تمام؟ طيب، هنستخدم الوصفة دي، هنستخدمها كل يوم. الوصفة دي هنستخدمها كل يوم، هنفرك بيها الوجه كل يوم، المنطقة اللي فيها خطوط، اللي فيها تجاعيد، اللي مثلا بهتانة فيها خطوط رفيعة، نفرك بطريقة يعني طريقة خفيفة طبعا مش قوية، بتديكي بقى ترطيب وتخفي التجاعيد. ويعني مش قادرة اقول لكم، يعني الناس مش هتصدق سنكم. جربوا الوصفة ومش هتندموا، ودي حاجة بسيطة جدا مش مكلفة خالص، ممكن تعملوها في البيت. وعندنا في البيت المكونات دي كلها، يعني مش هنشتري حاجة من برة. وجربوها واستخدموها، بس الحاجات الطبيعية لازم نقعد شوية لحد ما في حاجات بقول لكم من اول استخدام، وفي حاجات دي بقى كمان برضو هتلاقوها بعد مرتين ثلاثة هتلاقي في فرق في وشك، هتلاقي في دموية ووشك منور، وهيقولك انت عاملة ايه في بشرتك. وجربيها ومش هتندمي. واتمنى الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك كتير كتير، وشكرا لكم.